طيب احنا دلوقتي هندخل على حته مهمه جدا جدا جدا، الجزء بتاع البلاننج. احنا دلوقتي خلصنا تقريبا تعريف السبلاي تشين. السبلاي تشين بتتكون من ايه؟ ايه الاوبجكتيف بتاع السبلاي تشين؟ ازاي احقق اصلا البالانس بين الاونر والكاستمر؟ تمام، ده بالنسبه لي اللي انا شرحته الوقت اللي فات. نيجي بقى ندخل على اول فانكشن عندي في السبلاي تشين، الا وهي البلاننج. احنا قلنا هنا البلاننج عندي ده مخ السبلاي تشين. تمام، مخ السبلاي تشين بمعنى الكلمه، يعني اي حاجه بنعمل لها بلان بنمشي عليها، بقى باقي السايكل او باقي الفانكشن بيمشي وراه من الاخر. تمام، فببدا عندي حاجه مهمه جدا بتلخص لي موضوع البلاننج، حاجه اسمها البلاننج هيراركي. تمام، انا دلوقتي اول حاجه في البلاننج هيراركي حاجه اسمها استراتيجيك بلاننج. احنا هنطلع بس شويه فوق، يعني هنفكر از استراتيجيك لشويه، مش هنطلع شويه من الاوبريشن. احنا كنا كل اللي فات ده اوبريشن، تمام، نطلع شويه لليفل اعلى، ليفل الاستراتيجيك ليفل، او الناس فوق بتفكر ازاي، البورد ممبر بيفكروا ازاي، السي او بيفكروا ازاي. از استراتيجيك ليفل الحته دي بيتشرح فيها ايه في البلاننج؟ بيحددوا فيها الدايركشنز، الاتجاه بتاع البيزنس، ايه الفيجن بتاعت البيزنس، ايه الرؤيه بتاعت البيزنس، ايه الرساله بتاعت البيزنس اللي هي المشن، ايه السوات اناليسيز، ايه نقط القوه والضعف والاوبرتيونيتيز، الفرص والمخاطر اللي ممكن تواجهني في البيزنس ده. كلام كبير كده وكلام كله يعني كبير، اللي في الاوبريشن تحت مش هيفهموه، بس هو از بزنس او از استراتيجيك ليفل الكلام دوت لازم يبقى محطوط، لان دوت اللي بيمشي البيزنس بعد كده، ده اللي بيحط البيزنس اصلا على اللاين الصح. اوكي، فاحنا بنقول اهو ان ده الدايركشن، ده الدايركشنز بتاعي اللي انا همشي عليه بعد كده. هقول لكم مثال عملي على الموضوع ده وشوفوا الناس بتفكر ازاي. انا مثلا لو حد عايز يعمل بيزنس ببص على حاجتين، اول ما بفكر اعمل بيزنس ولا انزل سوق جديد بفكر ببص على حاجتين، ببص على الديماند سايد والسبلاي سايد، الطلب والعرض. تمام، في اي حاجه في اي بيزنس انا بشوف في طلب على البيزنس ده، تمام، وايه الطلب بتاعي والعرض بتاعي، المنتج نفسه اللي انا هقدمه. تمام، فانا دلوقتي مثلا شركه زي فورم فريتس، عارفين فورم فريتس بتاعت البطاطس المجمده؟ فورم فريتس هي شركه هولنديه دخلت مصر من حوالي 30 سنه. تمام، فورم فريتس من حوالي 30 سنه قبل ما تدخل الماركت بتاع مصر، الماركت بتاع مصر ما فيش حاجه اسمها عندنا بطاطس مجمده، هي الست بتجيب كيلو البطاطس وتقشره وشكرا، ما فيش حاجه تاني. فكان حاجه جديده فيري فيري اتراكتيف. لو هبص على الديماند سايد او ناحيه الطلب، اوكي، السوق ده فيرجن، سوق جديد بالنسبه لي، في تعداد سكاني كبير، احنا كل سنه بنزيد. اوكي، من 30 سنه طبعا كنا رقم ودلوقتي بقينا رقم تاني خالص، فاحنا عمالين بنزيد. اوكي، فسوق اتراكتيف ان انا انزل واشتغل فيه واستثمر فيه. لو انا راجل بتاع بيزنس هفكر كده، فخليكم مركزين معايا. فانا دلوقتي كفارم فريتس الهولنديه عشان انزل مصر بصيت على الديماند سايد، فلقيته سوق اتراكتيف، سوق فيرجن ان هو سوق جديد، البطاطس المجمده لسه ما دخلتش اصلا في ثقافه المصريين، فهو بره معروف في اوروبا معروف لكن هنا لا. تمام، فهو بالنسبه لهم سوق جديد وسوق مختلف. تمام، فقال لك ننزل السوق، طب استنى شويه نشوف حاجه تاني في الطلب. قال لك احنا عاملين جون فينشن مع امريكانا، امريكانا جروب، امريكانا جروب ديت اللي هي بتاعت هارديز وكنتاكي وفيش ماركت، مجموعه امريكانا، اكيد انتوا عارفين امريكانا جروب. اوكي، فانا دلوقتي خلاص، انا دلوقتي الطلب تمام، انا عامل جون فينشن، فانا عندي العميل بتاعي جاهز اصلا، فانا هنتج ودي للعميل بتاعي اللي هو محلات امريكانا او مطاعم امريكانا جروب، فاللي هنتجه هبيعه، فانا كده هو هقدر ابيع، صح؟ نيجي بقى نبص على السبلاي سايد. السبلاي سايد هي مصر دوله فيها سورس للبطاطس، فانا كده المنتج السورس بتاع المنتج بتاعي موجود، صح؟ مش هبعت استورده، لا، ده هو المنتج اصلا موجود بيتزرع، فمصر كانت من 30 سنه دولة زراعية،
تمام، فبرضو دي عليها بوينت دلوقتي، تمام. فهقدر اوفر محصول البطاطس ده اللي انا هنتجه، لان هو بينتجه بالاطنان يعني بالاف الاطنان. نيجي مثلا عندك الجزء بتاع، انا دلوقتي مثلا بصيت على السورس، ابص على عماله، انا محتاج عماله كتير، ما انا هستخدم مصانع مش مصنع واحد. فارم فريتس هي موجوده في العاشر من رمضان، يعني صرح كبير جدا، تمام. فهشوف العماله، العماله بتاعتهم التكلفه بتاعتها مش عاليه، تمام. فدلوقتي عندي السورس وعندي العماله، والناحيه الثانيه في الديماند سايد عندي حاجتين، عندي الجزء بتاع ان انا عامل جون فينشن، فالعميل بتاعي موجود، وان انا اصلا داخل ثقافه جديده، فهقدر افرض ان انا يعني المنتج بتاعي على الثقافه دي. بالعكس ده في عدد تعداد سكاني بيعلى وبيزيد، فالناس هتشتري مني اكتر. اوكي، فده از استراتيجيك ليفل. انتوا شفتوا البيزنس او الراجل اللي داخل البيزنس ده بيفكر ازاي اصلا؟ بص على الحاجتين. فهو هينزل يستثمر في مصر؟ اه هينزل يستثمر في مصر، وبالفعل نزل استثمر في مصر، وهم بقى لهم دلوقتي 30 سنه في مصر، تمام. فده من فوق، ده احنا بنتكلم على استراتيجيك ليفل. لما اجي مثلا اللي هو انا واحد عايز اعمل مشروع انا واثنين صحابي، لا، هو الموضوع يا جماعه مش انا واثنين صحابي ويلا بينا نعمل مشروع، الموضوع مش كده خالص خالص. بتحسبها كويس قوي، بتحسبها استراتيجيك كويس جدا. الحته دي صعبه لدرجه ان انت الغلطه فعلا فيها بفوره. يعني ايه الغلطه بفوره؟ الغلطه ممكن تلمها بعد 5 6 سنين، بعد 10 سنين. انا مثلا واحد طقت في دماغي، انا عندي ديماند دلوقتي، انا شركه شغاله وعندي ديماند عالي جدا دلوقتي، فقلت انا هروح افتح فرع جديد. فتحت الفرع الجديد دوت وجهزت وصرفت كميه فلوس كبيره جدا. انا بديك مثال على اس سي اس مثلا، على الشركه بتاعتي. فانا رحت عملت فرع جديد، الفرع الجديد دوت قلت انا عندي ديماند، بس الديماند ده كان مؤقت، كان ديماند سيزون سيزون مش اكتر. فرحت فتحت فرع وكلفت واشتريت حاجات واشتريت كراسي واشتريت المعدات بتاعت المكان كلها او الحاجات اللي انا محتاجها كلها، وفي الاخر الفرع ما اشتغلش. شكرا، انا هقفل، هجيب ضيوفها، صح ولا ايه؟ خلاص، بس انا حطيت فلوس، الغلطه بفوره، انا هتربى بالفلوس دي 5 سنين قدام. اوكي، مش هعمل الخطوه دي تاني على الاقل 5 سنين، فاهمني؟ لان انا خسرت. واحد مثلا يكون عنده طلب معين يروح يجيب خط انتاج، خط الانتاج دوت هيكلفه مثلا 10 مليون جنيه، يجيب خط الانتاج ما يشتغلش بربع الكباستي بتاعته، ما يشتغلش بربع الطاقه الانتاجيه بتاعته، خلاص شكرا، هو طلع طلع من السوق خلاص. انت حطيت وعملت انفست في حاجه هي مش هتشتغل، فانا ما حسبتهاش صح. فعشان قرار دوت قرار استراتيجي، فانت خسرت فلوس كتيره جدا، فانت هتلمها كمان قد ايه؟ 5 6 سنين. اوكي، فهنا الحته دي فيري فيري كريتيكال يا شباب. مش محتاجه حته ان انا بقى ايه، لا، هي دي محتاجه ناس فعلا بتفكر صح، ومش اي حد بياخد القرار ده. دايما بقول لكم البورد ممبر او السي او هم اللي بياخدوا القرارات الاستراتيجيه دي، ان هو يفتح في ماركت جديد. انا عايز افتح في الامارات، عايز افتح في السعوديه، عايز افتح في مصر، يعني وات ايفر. هو جاي من بره من هولندا عشان يفتح في مصر، لو هو بالنسبه له مش هيعرف يقيس الطلب والعرض بتاع السوق دوت يروح احسن ما يفتحش. اوكي، لانه هي 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 انفست ملايين الدولارز. اوكي، ده بالنسبه للاستراتيجيك ليفل، اتمنى تكونوا فهمتوها. في حد عنده بيقول ايه؟ طب فكره ان اشتري شركه بتقدم نفس المنتج بتاعي دي ليها علاقه بسبلاي تشين؟ انت كده بتستحوذ يا احمد، انت كده بتعمل استحواذ، تمام. والاستحواذ دوت بيقللك عدد الكومباتيتور بتوعك او عدد المنافسين بتوعك مش اكتر، بس وانت بتاخد ماركت شير، تمام. يعني انت مثلا عندك منافس، انت فاتح شركه عندك مثلا منافس الحاج احمد والحاج محمد والحاج حسين، فانت استحوذت على الحاج احمد، اشتريت الشركه بتاعت الحاج احمد، فانت دلوقتي بدل ما كان قدامك 3 منافسين بقى قدامك 2 منافسين بس، فده اسمه استحواذ. انت بتكبر نفسك وبتاكل من السوق، تمام، بتنزل تاكل من حصه السوق بتاعتك، زي اللي حصل بين شيبسي وبيبسي ونوعي وبيتي. على حسب برضه بالظبط، يعني ده مثلا انتجريشن حصل. اوكي، فمثلا على فكره بيبسي عامله برضه ديل مع بيتي ان هم ينقلوا سوا، هو بيقلل في السبلاي تشين بتاعته. اوكي،
في شركات كبيره بتستحوذ على شركات اصغر منها، تمام، وممكن يبقوا كومبيتيتور ويستحوذوا برضو، تمام، كومبيتيتور ونفس الليفل، نفس الليفل ويستحوذ عليه، بس لو هو قوي بالشكل الكافي وهو فاينانشال قوي يقدر يستحوذ عليه بكل سهوله يعني، تمام. الفلوس بتتكلم برضو يا جماعه، في وقت الفلوس بتتكلم. ده بالنسبة للاستراتيجيك ليفل. ندخل بقى على الليفل اللي بعده. احنا اتكلمنا في حتة مهمة جدا، ان احنا يا جماعة هنا العلامة لسه حمراء، واللي تحتها اللي هي البيزنس بلاننج العلامة لسه حمراء، تمام. هو اللي عمله هنا ايه؟ البيزنس بلاننج عمل حاجة جميلة جدا، كسر الكلام اللي فوق بس على هيئة ارقام، على هيئة ارقام. انا دلوقتي قلت انا هدخل السوق ده وهشتغل فيه، والفيجن بتاعتي ايه، والمشن بتاعتي ايه، والدايركشنز بتاعي ايه. ابدا للليفل اللي بعديه البيزنس بلاننج. تعالى بقى شوف انت هتنفست بقد ايه، هتجيب مصنع عامل ازاي، هتدفع في خطوط الانتاج قد ايه، هتنزل فوليوم للسوق قد ايه، هتنتج مثلا 100 طن الاول ولا 1000 طن ولا 10000 طن ولا وات ايه، يعني وات ايفر بقى انت هتنتج قد ايه. بس انت لازم تحدد الفوليوم بتاعك عشان تعرف بناء على الانفستمنت والفوليوم بتاعك هتقدر تشوف بقى ايه المنتجات بتاعتك، هتقسمها ازاي، الكاتيجوريز بتاعت المنتجات بتاعتك. فانت مش هتروح تقول له ارمي الحاجه دي للراجل بتاع السيلز وهو يتصرف، لا 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 لا، الراجل بتاع البيزنس بلاننج هو بيفصص الكلام ده على هيئه ارقام. عشان مين؟ عشان الليفل اللي جاي لسه. احنا دلوقتي يا جماعه بنتكلم from a strategic level لغايه دلوقتي، استراتيجيك ليفل من ناحيه استراتيجيك بلاننج، من ناحيه البيزنس بلاننج. عرفنا البيزنس بلاننج بتعمل ايه؟ بنكسر الكلام اللي فوق قالوه على هيئه ارقام عشان اللي تحت، اوكي، عشان الاوبريشن اللي لسه جاي واللي لسه هنفهمه، اوكي. فانا بعد كده خلاص عرفت بقى دلوقتي الفوليوم بتاعي قد ايه، استثماراتي قد ايه، هنتج قد ايه، وايه البرودكت بتاعتي، يلا بقى ننتج. لا قال لك ستوب، في حاجه اسمها يا جماعه سيلز اند اوبريشن بلاننج. ايه سيلز اند اوبريشن بلاننج ده؟ قال لك والله بدل ما ترمي الموضوع للسيلز بس وبعد كده السيلز يروح للاوبريشن، قال لك لا، اعمل تول مهمه جدا اغلب الشركات المصريه بتفتقدها اسمها سيلز اند اوبريشن بلاننج. ايه سيلز اند اوبريشن بلاننج ده؟ ده اجتماع بيقعد فيه بقى كل الناس، كل الناس، الماركتنج والسيلز والاتش ار والسبلاي تشين والبرودكشن ومين تاني والفاينانس، كل واحد بيطلع الكونسيرنز اللي عنده. واحد يقول لك احنا نزل لنا منافس جديد، التاني يقول لك العماله هتاخد ازيد من سعرها، واحد يقول لك بتاع المشتريات يقول لك انا جيت استورد من الصين، قال لك الصين قافله مش هتفتح دلوقتي، وات ايفر. انا بديكم فور اكزامبل عشان نطلع كل الكونسيرنز اللي موجوده في البيزنس، تمام. واحد هيقول لك احنا المكن اللي احنا اشتريناه متهالك. احنا دلوقتي مش بنتكلم على سوق جديد او مصنع لسه بيفتح جديد، احنا بنتكلم على مصنع خلاص شغال، تمام. بس هنا بنتكلم على ايه؟ على مستوى الفاميلي برودكت. يعني ايه الفاميلي برودكت؟ يعني مثلا الاقلام دي، دي عيله بيسموها عيله الاقلام الفلوماستر، تمام. قلم احمر، قلم ازرق، قلم اسود، قلم اخضر، دي على مستوى العيله، تمام. على مستوى الفاميلي برودكت، اوكي، هنا مش بيتكلموا مع بعضيهم كده حته ان انا بتكلم من ناحيه البرودكشن ان احنا هننتج مثلا 100 علبه، او بلاش 100 علبه، 100000 علبه، 100000 علبه اقلام فلوماستر، 100000 علبه اقلام فلوماستر. ما قلناش قلم احمر بس، ما قلناش قلم اخضر بس، ما قلناش قلم اسود بس، ما قلناش. احنا دلوقتي بنتكلم على العيله، على الفاميلي برودكت، اوكي. فانا دلوقتي الاس اند او بي خلاص قعدنا كلنا، كل واحد طلع الكونسيرنز بتاعته، كل واحد عارف هيعمل ايه، كل عارف، كلنا كده هو طلعنا برأي بالاجماع. يعني ايه رأي بالاجماع؟ خلاص اتفقنا الاوردرات بتاعتنا على مستوى الفاميلي برودكت هننتج قد ايه، اوكي، خلاص تمام. ده قال لك ستوب، انا كده على مستوى الليفل بتاع المانجيريال ليفل دلوقتي، مش فوق بقى، احنا نزلنا شويه. الاوتبوت اللي طالع من الاس اند او بي ايه؟ ماستر برودكشن سكيدولينج.
ايه ماستر برودكشن سكيدولينج دي؟ بيقول لك بقى هننتج على مستوى الاس كيو ستوك كيبنج يونت، اللي هو ايه؟ الايتم الواحد اللي هو القلم الازرق بس. انا هنتج 100,000 علبه فيهم 100 قلم ازرق، 100,000 قلم ازرق، انا هنتج ال 100,000 قلم ازرق بس. اوكي، انتوا شايفين التكسير؟ شايفين عمال يكسر ازاي من فوق لتحت؟ عمال يكسر فروم استراتيجيك ليفل، بعد كده الارقام وضحت، بعد كده اتفقنا كلنا هننتج على مستوى الفاميلي. زي مثلا شركات الادويه، هديكم مثال رائع. في حد من صحابي سافر الصين. اوكي، الصين مش عندهم الموضوع بتاع الادويه بالذات. لو انا شركه فارماسيوتيكال وهروح افتح في الصين، هفكر نفس التفكير اللي انا هقول لكم عليه ده. شركات الادويه بيبقى عندها ثلاث عيلات من الادويه: عيله التابلتس اللي هو البرشام، الاسبرين، وعيله المحاليل، وعيله ادويه الشرب. صح معايا؟ فراحوا عملوا ايه بقى؟ راح قال لك الصوت واطي، الصوت واطي يا شباب، واضح 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 واضح، ممكن بس نتشكل الكونكشنز. اوكي، فقال لك ايه بقى؟ قال لك انا عايز راح بقى الصين هو، ودخل مستشفى مع واحد صاحبه. تمام، عمل ايه؟ دخل المستشفى فلقى فيه كوريدور كبير قوي. الكوريدور ده فيه ممرات صغيره، الممرات دي فيها كراسي اللي هي الارم تشير، الكراسي بتاعت كراسي الجامعه. تمام، اللي هو الكرسي اللي ورايا ده، كل واحد قاعد كده. ايه اللي حصل؟ كل واحد قاعد حاطط المحلول، ولد صغير بياكل جيلاتي، وراجل كبير فاتح الجورنال وعمال يقرا في الجورنال، والدنيا بيس، الدنيا بيس. تمام، هنا في مصر الثقافه بتاعت المصريين مثلا، يا لهوي ده معلق محاليل، ده هيموت بكره الصبح، دلوقتي هو في الانعاش اوريدي، مع ان عادي ده محلول، ده دواء برضه. بس شايفين فرق الثقافه؟ هو هناك بيتعامل بالمحاليل، ما عندوش ادويه التابلتس والشرب، ثقافته مش كده يا جماعه. فلما اجي انزل سوق زي سوق الصين، السوق الصيني ده، ده بجد بجد والله بجد، لو احنا فعلا بنلاقي حد معلق محلول وحاطط الكانولا، ده بيموت حرفيا، خلاص كده يعني منتهى الاسهاب بجد. فبالنسبه للصين دي ثقافتهم. لما اجي انا كشركه ادويه انزل افتح في الصين، هركز على ادويه ايه؟ انتوا بعقلكم كده هركز على ادويه ايه؟ جاوبوني على الشات. ايوه وصل لمرحلة خطر، هو خلاص كده بيموت. المحاليل بالظبط، المحاليل. انا لو داخل السوق الصيني والناس دي عماله تاكل جيلاتي وفاتحه الجورنال وهو مركب محلول والدنيا الله اكبر بيس، خلاص ده ادويه المحاليل دي اول ستيب، مش ادويه الشرب ولا ادويه التابلتس اكيد. اوكي، لكن هنا في مصر يعني ادويه التابلت يعني اكتر، وادويه الشرب اكتر من ادويه المحاليل. تمام بالظبط. فخلونا نكمل. انا بقول لكم الشركات وهي نازله تفتح في الاسواق الكبيره بالذات بتفكر ازاي، بيفكروا ازاي استراتيجيك. اوكي، يعني ايه نوع جديد؟ ما هو ما فيش غير ثلاث عيلات بس يا سالي، هو ما فيش ادويه تاني، ما هو ادويه المحاليل وادويه التابلتس وادويه الشرب. اي يعني مش فاهمه، مش فاهمه السؤال، ممكن تكتبي تاني. فاحنا دلوقتي خلاص في الاس اند او بي عرفنا على مستوى الفاميلي اللي هو انا هنتج 100,000 علبه فلوماستر و100,000 علبه جاف مثلا. يجي بقى اللي ايه المستوى اللي بعده، الاوتبوت بتاع الاس اند او بي هكسره، هنزله للماستر سكيدولينج، الماستر برودكشن سكيدولينج، اللي هو ايه؟ انا كسرت الدنيا اهي، كسرتها بس على مستوى ايه؟ الاس كيو، الستوك كيبنج يونت، الايتم او المنتج التام الواحد. حلو؟ خلاص كده انا دلوقتي انا عرفت انا هنتج قد ايه قلم ازرق، وهنتج قد ايه قلم احمر، وهنتج قد ايه قلم اسود. اوكي، على مستوى الايه؟ الايتم، او على مستوى الاس كيو، على مستوى كل منتج تام، مش على مستوى الفاميلي. اوكي،
هناخد بس السؤال، هم بالفعل عندهم محلية أم منزل السوق بقى؟ ما هي دي ثقافة، أنت مش هتقدر تغير الثقافة. هو هينزل بمحاليل برضه، هو كده كده هينافس، لكن هو مش هيغير في الثقافة نفسها. الموضوع صعب يعني، حتة إن أنت تغير في الثقافة هم بقالهم مئات السنين مثلا عليها. هو بياخدوا محاليل، ده الكومن عندهم، هو مش قابل حتة البرشام. ما هو في شركات موجودة وشغالة، هو كانوا يقدروا يعملوا البرشام والشرب او الاسبرين والشرب، اوكي، لكن هم ما عملوش كده، هم مركزين على ان دي ثقافة بلد، اوكي. صعب ان هي تتغير، او صعب ان هو يحصل لها ريتشينج يعني، اوكي. انزل منتج ار ان دي ممكن نستخدم، هتبقى مجازفة لكن ممكن تنجح، وماركتنج دي على جامد. الديبنز يا جماعة، على حسب السيتويشن، هو ايه، على حسب انا عايز اعمل ايه، وعلى حسب السوق اللي انا نازله. في ناس على فكره بتاخد قرارات غلط وتنزل سوق وتلبس، شكرا يعني، عادي جدا. نيجي بعد كده، انا كده خلصت حته الماستر سكيدولينج، انتوا عرفتوا بقى خلاص، عرفنا الفاميلي برودكت، عرفنا هننتج فاميلي برودكت، عرفنا هننتج قد ايه من كل ايتم. نيجي بقى حته مهمه جدا، الام ار بي، الماتيريال ريكوايرمنت بلاننج. فاكرين التكسيره دي اللي احنا كسرناها على الوايت بورد؟ هنكسرها تاني دلوقتي. الكومبوننت بتاعت الايتم، انا دلوقتي قلت انا هنتج 100,000 قلم احمر، 100,000 قلم ازرق. والقلم الاحمر بيتكون من ايه اصلا؟ غطا احمر، حبر احمر، سن احمر، البادي يكون الاستيكر بتاعه اللون الاحمر، صح ولا ايه؟ دي الكومبوننت، ده بقى الماتيريال ريكوايرمنت بلاننج. انتوا شايفين البلاننج بتتفصص ازاي في السبلاي تشين؟ الموضوع يا جماعه يعني في كميه ديتيلز مش طبيعيه. انا كده بكلمكم على ايتم واحد، ده في شركات بتدخل في 30,000 ايتم و40,000 ايتم، يعني في شركات الموضوع عندها خزعبلي. انا بقول لكم العربيه نفسها ممكن تدخل في 3,000 ايتم، تخيل كل يعني 3,000 ايتم رو ماتيريال، اوكي، عشان انتج العربيه، تمام. في الموضوع بيبقى كبير كبير جدا، ان انا مثلا هنتج 100,000 قلم احمر، فانا محتاج لو انا عندي في المخازن 50,000، فانا هشتري 50,000 غطا احمر. لو عندي مثلا 50,000، مش 50,000 مثلا، لو الحبر، لو انا بنتج 10 اقلام مثلا، وعندي كل قلم بياخد 2 مللي حبر، ف10 في 2 مللي حبر بكام؟ عشان انتج 10 اقلام بس ب 20 مللي حبر، صح؟ انتوا 200 مللي حبر، سوري، ولا 20، انا متلخبطه. المهم، فانا بحاول احسبها لكم بالفينش برودكت، بالكومبوننت اللي جوه الفينش برودكت نفسه، اوكي؟ فزي ما قسمتها لكم هنا، ده الايتم بتاع الغطا بس، ده الايتم بتاع الحبر بس، ده الايتم بتاع السن بس، العربيه مثلا. احنا بنتكلم بقى في بطاريات وكاوتشات وماتور وضفاير وحوار كبير جدا. فالبلاننج عشان اعمل بلان صح لازم امشي بنفس السيكونس ده، وبعمل الماتيريال ريكوايرمنت بلاننج، تمام، اللي هي بنسميها رو ماتيريال بلاننج، اللي احنا بندخلها تحت السبلاي بلاننج. هنا انا بركن لكم الموضوع على البورد، اوكي. عايز اسالكم بقى، في حد عنده مشكله هنا؟ انا عارفه الموضوع ادفانسد شويه، بس والله العظيم ما في اقل من كده يعني. انا ده ببص يعني، هو ما فيش ابسط من كده حقيقي. حته ان انا اجيب لكم حاجات تبسط الموضوع اكتر، او ما انزلش ان ديتيلز اكتر عشان وقت السيشن، ده مستحيل. انا جايبه لكم البلاننج هيراركي، يعني مش جايبه لكم حاجه في البلاننج. هو الموضوع البلاننج ده انا ممكن اقعد اشرح فيه 50 ساعه لوحده، 50 ساعة حرفيا. في حد عنده أسئلة؟ ميرسي والله يا شباب، ميرسي ميرسي ميرسي. حد عنده أسئلة في الجزء ده، في البلاننج هيراركي؟ خلاص، أنا جبت الماتيريال، اشتريت الماتيريال، عرفت كل الكومبوننت بتاعت الأيتم الواحد، خلاص بقى أبدأ بقى أرميها على المشتريات. أهو يا جماعة، أهي بلاننج، بعد كده مشتريات. هعمل لها إيه بقى؟ حاجة اسمها برشيز ريكويزيشن، أو برشيز ريكويست، طلب الشراء. خد يا باشا دي البلان، البلان أهي، البلان أهي، ابدأ اشتري لي الريكويرمنت دي كلها، ابدأ اشتري لي 100 قلم أحمر،
سوري ال 100 غطا احمر، ال 100 مللي حبر، ال 100 سن قلم احمر، ابدا اشتري لي كل الحاجات دي عشان انتج. انا مش عارف انتج غير من غير الحاجات دي. اوكي حلو جدا. هيطلع من الماتيريال ريكويرمنت بلاننج الجزء بتاع الام ار بي حاجتين، البرشيز ريكويزيشن اللي هو هبعته للناس بتاعت المشتريات، يا اما هنزله جوب اوردر لو عندي المخزون ده موجود، البضاعه دي موجوده في المخازن، هنزل حاجه اسمها جوب اوردر، هنزله للمصنع وهيبدا هو تصنيع لو الماتيريال دي موجوده عندي في المخازن، لو مش موجوده بقى ابعت اشتريها اللي هي ايه البي ار. اوكي مش عايزين نوقف، مش عايزين نوقفه يا ريم معلش. لا بس هو الموضوع يا جماعه تقيل، فممكن ناخد بريك 10 دقايق يلا.